مشاهدينا، وصلنا معاكم لفقرة الصحافة اللي منورنا فيها النهاردة الكاتب الصحفي الأستاذ زكي القاضي. أهلا بحضرتك وصباح الخير عليك. أهلا وسهلا بحضرتك وصباح الخير على السادة المشاهدين وصباح الخير على كل اللي بيتابعونا النهاردة. صباح الخير على حضرتك. قبل ما نبدأ فقرتنا هنروح نستعرض أبرز عناوين الصحف ونرجع مرة تانية. أستاذ زكي القاضي، بجدد ترحيبي بحضرتك. وهنبدأ من جريدة الوطن وعنوان الرئيس السيسي يوجه بدعم أصحاب الحرف التراثية وتنميتها. عنوان آخر من الوطن بيقول توجيهات رئاسية بمواصلة الدعم لأصحاب الحرف التراثية والحفاظ على الهوية الوطنية والثراء الحضاري لمصر. حضرتك شايف إزاي الاهتمام الرئاسي بأصحاب الحرف التراثية؟ يعني خلينا نؤكد أن كثير من الملفات الدولة المصرية دخلت فيها منذ 2014 وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، وربما كانت ملفات متروكة ونحن نمتلك فيها تاريخ وزخم ونمتلك فيها بالفعل يعني أدوات حقيقية وقيم حقيقية نقدر نقدمها للمجتمع المحلي ونقدر نصدرها للعالم. أكيد. واحد هذه الملفات اللي احنا دخلنا فيها بقوة هي الصناعات الحرفية واليدوية والتراثية، حتى ان احنا انشأنا غرفة للصناعات اليدوية منذ 2017-2018 عشان تهتم بهذه الحرف، لان الحرف دي بتعبر عن صورة مصر الحقيقية طبعا. لان هي هنا بتكلم عن الصنعة المحلية من البيئة المحلية اللي بنقدر نعملها من الناس اللي عندهم خبرة، يعني النجار هويتنا بالضبط. هو عشان كده برضو فعلا زي ما قلت حضرتك في المقدمة فكرة الهوية الوطنية هي بالفعل خبرة لدى شخص في النجارة، في حتى صناعة البلاط نفسها قبل ما يطلع فكرة السيراميك والبورسلين والحاجات دي، أحد هذه الحرف اليدوية اللي بنمتلكها في مصر
فكره مش النسيج بس، مش الحاجات الارابيسك بس، لا احنا عندنا كثير من مجالات الحرف اليدويه والتراثيه اللي نقدر نقدمها بشكل حقيقي ونحافظ عليها. عندنا فنانين كتير الحقيقه في الحته بالظبط، وعندنا كان فنانين بس كبار في السن. احنا زينا نعمل عمليه الاتصال ما بين الناس الكبيره في السن وما بين الشباب الجداد، ان هم ما يبقوش زهقانين، عايزين يروحوا لثقافات اخرى او شغل اخر ويسيبوا الحاجه اللي بتعبر عن قيامهم، يعني جزء من فكره ان انت تهتم بالتراث كمان، ان انت تبقى متفرد في مساحه الكل يتركها، فانت لما بتروح في هذه المساحه وتتفرد بالظبط فتبقى متميز، فهنا حتى صنعتك بتبقى بفلوس اكتر. عشان كده لما انت حضرتك تروح تشتري تحفه يقول لك هاند ميد وتقدري تشتري، فتلاقي السعر اعلى من بكتير، لان هنا في شخص تعب عليها وموجود عليها. فانت لما بتروح تتفرد في هذه المساحه، الدوله المصريه قالت احنا كمان مش هنسيبك تتفرد في هذه المساحه بالشكل اللي انت شكله يدوي او ربما من 40 و50 سنه كان موجود، لا احنا هنوجد لمدينه زي مدينه الفخار الموجوده جنب مدينه الفسطاط، نوجد مراكز لعمليه التصميمات ان احنا نساعدهم، كمان احنا نديهم دبلومه في التصميم عشان يقدروا يبقوا مواكبين للسوق الخارجي. يعني مثلا لما نشوف دوله زي نيجيريا او اي حاجه مثلا عايزه جلاليب بنوع معين، فاحنا نقدر نوجد لهم المركز اللي يعمل الجلاليب في هذا الاطار. دولة أخرى كذلك محتاجة صنعة أو حرفة معينة، محتاجة مشكوات، محتاجة السبح نفسها دي صنعة، السجاجيد احنا يعني السجاجيد اللي احنا بنصلي عليها جاية من دولة برة، وربما حتى يعني الديانة فيها ليست الديانة الإسلامية في المقام الأول، أو هي ليست الديانة الأولى في هذه الدولة، لكن احنا هنا يعني أولى إن احنا نصنع حتى السجادة نفسها، السبحة، حاجات كتيرة. عندنا فنانين كتير بالظبط، فاحنا محتاجين نهتم بهذه القصة. الدولة المصرية واجتماع سيادة الرئيس امبارح بيتكلم في نقطتين مهمين، اولا ان احنا نهتم بالصنعة نفسها، وكمان نواكب العالم، نواكب العالم، يبقى عندنا ادوات حقيقية اللي هي المكن اللي يقدر يساعدنا في الحاجات اللي هي بتفنش القصة مع فكرة الصناعة، ان انت تبقى شغال بايدك او تشوف العالم ماشي ازاي، يبقى عندنا تدريبات على التصميمات، يبقى عندنا مراكز موجوده ومنتشره في كافه انحاء الجمهوريه، ان احنا كمان السفارات والمطارات بتوعنا يبقى موجود عندهم فيهم جزء من معرض صغير كده وتوضح التراث بتاعنا. هنتكلم يعني نستمر في كلامنا عن الصناعات الحرفيه، بس هنروح دلوقتي لجريده الاخبار وعنوان الرئيس السيسي تطبيق اعلى معايير الجوده للصناعات الحرفيه. حضرتك شايف ازاي الاهتمام بقى بالجوده لهذه الحرف؟ هو ده بقى الامر اللي بيتماشى مع سياق الجمهورية الجديدة. احنا هنا مش بنقدم منتج وبنقول ان احنا عملنا مبادرة واثنين وثلاثة، احنا هنا بندخل في فكرة الجودة النوعية في المنتج اللي احنا بنقدم له. عشان كده بقول لحضرتك ان احنا لما نعمل دبلومة مثلا للتصميم وتقعد سنة وبعدين نبدأ نعمل عملية التحديث كل 6 أشهر للمنتجات اللي طالعة، هي دي فكرة الجودة، ان احنا نشوف العالم ماشي ازاي ونجيب اساتذة في الجامعات ونجيب خبراء من بره ونجيب خبراء من مصر يدوا للناس اللي موجودين في هذه الحرفة. احنا اولا بنسهل لهم القصة، بنعرفهم ممكن طرق افضل وفي تنفيذ الحاجة اللي ينفذوها بايديهم برضه، بننمي المهارات بالظبط وننمي مهاراتهم. فاحنا بنعمل عملية الجودة هنا بيصب في صالح ان احنا يبقى في يوم من الايام عندنا نوع من انواع التصدير، وهنا بندعم فعلا الصادرات. الدولة المصرية بتدعم صادرات الحرف اليدوية والتراثية، لان دي جزء برضه من دعم الاقتصاد القومي المصري. يعني احنا لما يبقى عندنا عدد من هذه العمالة وشغالين في القصة دي، لما بنصدر بره بنجيب عملة صعبة، العملة الصعبة دي بتصب في صالح الاقتصاد القومي المصري، فبالتالي هي منظومة بتكمل بعضها. احنا لما بنروح هنا بنهتم بشكل حقيقي لقيمة المصريين وطبعهم، لان احنا عندنا حاجة متأصلة، احنا عندنا معابد من اكتر من 10000 سنة، الناس بتقول 7000، انا بقول 10000 سنة او 13000 سنة كمان، وانا مش بقول من عندي لا، اساتذة الآثار كمان اللي بيقولوا الكلمة دي على المعابد، النقوش دي وما تزال تحتفظ بألوانها والحاجات اللي محفوظة مع المصريين القدماء اللي مدفونين. تقول لحضرتك ان احنا عندنا ايد عامله عظيمه للغايه بالظبط، فان احنا نعمل جوده ده مهم جدا عشان نقدمها للعالم بالادوات اللي عايزها العالم أكيد. وفي نفس الوقت يكون مدخل من مداخل العمله الصعبه للدوله المصريه. طيب استاذ زكي، هنروح لملف اخر وهو ملف الصحه ومن جريده الاخبار وعنوان قريبا اعلان مصر خاليه من فيروس سي. حضرتك شايف ازاي التجربه المصريه في مكافحه فيروس سي لاشد بها العالم؟ احنا من 12 سنة او 11 سنة تقريبا قبل 2013 لما كنت حضرتك تقري عن مصر كده في الصحف العالمية والتقارير الدولية، دايما في السينما يصورونا بالاهرامات والجمال ده في السياق، لكن في التقارير الدولية يقول لك ان مصر دي رقم واحد
فيها الإصابة بفيروس سي على مستوى العالم. يعني أو لو كان التقارير يعني شوية منصفة تخلينا رقم 2 رقم 3 على مستوى العالم. إحنا في 10 سنين قدرنا نوصل لهذا المنجز العظيم، إن نوصل إن إحنا رايحين لمنظمة الصحة العالمية ومنتظرين بإذن الله إعلانهم من الأمم المتحدة زيرو إصابات بالضبط، إن مصر خالية من فيروس سي. هذا إنجاز لم يكن يتحقق في 10 سنين لولا دفع كبير من القيادة السياسية ولولا مبادرات صحية بالفعل. والموضوع ده أنقذنا في أزمة كورونا. إحنا لما قدرنا نعالج الناس من فيروس سي، اولا عرفنا نواجه كورونا لما جت، لان الاعداد دي كلها لو كانت موجوده كانت هتبقى هي المستهدف الاول من كورونا، لان كورونا بتستهدف نقص المناعه وفيروس سي هو نقص المناعه. فاحنا قدرنا نعمل ده قبل ما تطلع كورونا اساسا. قلنا ان احنا موصومين في العالم بحاجه زي دي، ما لا يصح ان هي تليق بالمصريين بشكلهم بالنموذج الحضاري اللي احنا عايزين نقدمه للناس، المصري اللي هو صح سوي صحيا سوي تعليميا سوي توعويا. نقدر نعمل له ايه في المنظومه دي؟ رحنا في فيروس سي عملنا انجاز عظيم للغايه. عشان كده احنا منتظرين باذن الله الامم المتحده تعلن مصر خاليه من فيروس سي، بالاضافه الى ان احنا كمان عملنا عمليه التطوير الشامل لعمليه العلاج، لعمليه الناس اللي احنا بنقدم لهم الخدمه، المبادرات الصحيه اللي بتتوافق مع فلسفه ورؤيه الدوله او الجمهوريه الجديده اللي بتقول احنا عايزين يبقى عندنا مصري نموذجي صحيا وتعويا. حتى ان سياده الرئيس فؤاد ده بيحصل فعلا مبادرات صحيه كتير وده جداً. بيتوافق حتى مع ان العمليه بتكمل بعضها يا استاذ، اللي هو ايه، احنا لما نروح للموظفين وفي عمليه ان هم يتعينوا بكره وبعده بنطلب منهم ان يبقى عندهم وصفات صحيه معينه. أيوة. سياده الرئيس لما يطلب يطلع يتكلم عن السمنه ويتكلم عن فكره الرياضه ده بيتوافق مع المنظومه. يا انا مش معقول بعالج ناس وفي نفس الوقت الجمهور الاكبر من المصريين نسيبه يبقى عنده سمنه او يبقى عنده حاجات. السياق ده ممكن تسأل حضرتك هل يعني مستوى رئيس الجمهورية يتكلم فيه؟ مستوى رئيس الجمهورية يتكلم فيه. ليه؟ لأنه أصبح مستشري في 40 و50 سنة فاتت سيبنا المصريين لوحدهم، سيبنا المصريين لوحدهم ما كناش احنا بنديهم الصورة والرؤية الحقيقية زي جايد لاين بالظبط. فاحنا بنديهم الخريطة دي ونديهم يعني الطريقة دي، مهم جدا ان احنا نوجد لهم الأدوات. فبنروح بنتوافق مع العالم نجيب لهم علاج مناسب بأسعار مناسبة ونوجد لهم إمكانية صحية يقدروا يتابعوا معاها ويبقى في مكون محلي يتابع معاهم، حتى ان احنا أنشأنا ثلاث هيئات اللي هي الرعاية الصحية والرقابة والجودة والتأمين الصحي عشان نتوافق مع كل اللي احنا بنتكلم فيه ده. فلما نيجي رايحين بهذا الشخص اللي عايزينه يبقى مشارك في ريادة الأعمال في تكنولوجيا المعلومات وفي حاجات كتير سليم. يبقى سوي صحيا نقدر نساعده ونبدأ نوجد له طرق نقل سليمة، تعليم كويس، المنظومة بتكمل بعضها. لو اشتغلنا في حتة وسيبنا حتة يبقى احنا ظلمنا البني آدم، لكن احنا بنشتغل مع كل المنظومات مع بعض عشان تيجي الشهادة من بره من الأمم المتحدة بإذن الله في احتفال عالمي يعني يكلل مجهودات 10 سنين طبعا. قدرنا نوفر فيهم مجهود 40 و50 سنة كمان. احنا وفي نص يعني وفي السياق اللي احنا ماشيين فيه ده وفرنا فلوس على الدولة. احنا لما بنعالج الناس بنوفر فلوس علاج كبيرة، كانت هم لو كانوا تعبوا فيروس سي كانوا هيكلفوا الدولة برضو رقم كبير للغاية. ففكرة حتى اقتصادي بحت برضو هذا أمر يتسق مع سياسة وفلسفة الدولة المعلنة إن احنا نقدر نشتغل في المنظومة بأكملها. أكيد أستاذ زكي، هنروح لحديث الساعة وتنسيق الجامعات وطلبة الثانوية العامة وجريدة الوطن وعنوان التنسيق، بدء تسجيل رغبات المرحلة الأولى تجريبيا خلال ساعات وتوقعات بخفض الحدود الدنيا للخاصة والأهلية، ومن الدستور عنوان اليوم انتهاء اختبارات القدرات وبدء التنسيق للجامعات بعد غد. حضرتك شايف إزاي الاستعدادات والإجراءات اتخذت لتسهيل عملية إتمام التنسيق لطلاب الالتحاق بالجامعة؟ في ملف التعليم أيضا هو ملف ويتوافق مع أولويات الدولة المصرية. احنا اشتغلنا على الصحة والتعليم والبنية التحتية شغل عظيم للغاية. أكيد. وحتى ان احنا الجامعات اللي عملناها الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة والجامعات الحكومية في أرقام دولية بتقول ان الجامعات دي تكفي الطلبة اللي هيطلعوا بعد 20 و30 سنة. يعني احنا عندنا الحمد لله دلوقتي بنية من الجامعات تقدر تستوعب كل القصة دي كلها. النهارده 3 اغسطس اخر يوم لتسجيل اختبار القدرات عشان الطلاب اللي داخلين يختبروا القدرات في الكليات زي التربيه الفنيه والتربيه الموسيقيه والكليات اللي هي متعلقه باختبار القدرات. لكن انا في موضوع فيما يخص حتى تنسيق الجامعات تحديدا، وشفت تقرير لزميلنا محمد صبحي في اليوم السابع بيتحدث حوالين الاخطاء الشائعه
في عمليه التسجيل دي. مهم جدا واحنا داخلين في الرغبات واحنا بنتكلم على هذه الجامعات ان احنا ناخد بالنا واحنا داخلين على الموقع الالكتروني ما نروحش للجامعه مثلا، احنا مش محتاجين نروح الجامعه، احنا نروح للموقع الالكتروني نسجل ال 75 رغبه المطلوبين، نراعي فكره اللي هو التوزيع الجغرافي. يعني انا مثلا تسهيل بصراحه قوي التنسيق الالكتروني مهم جدا، وان احنا ناخد بالنا. يعني انا لما بقول لحضرتك لما احنا نسجل نروح نسجل رغبات في موقع الكتروني وانا مثلا اداره التعليميه من اسيوط، ما اروحش اسجل وانا في القاهره، ما هو السيستم الكمبيوتر هيقول لك لا مش هينفع. فانت لازم عندك توزيع جغرافي لازم تلتزم بيه، عندك مجموع نفسه لازم تلتزم بيه عشان يجي لك هذه القصه، لازم تكمل رغباتك بشكل محترم عشان تبقى انت هو ده مستقبلك. الخمس دقائق العشر دقائق الساعه اللي انت تقعدهم على موقع التنسيق هو ده اللي هو مستقبلك. صح. انت عايز تدخل تربيه موسيقيه ولا عايز تدخل تربيه رياضيه؟ هي الفكره مش ان، وكمان ده يتسق برضو مع فكره وفلسفه الدوله المصريه. احنا عندنا كان توسع في الذكاء الاصطناعي في الكام سنه اللي فاتوا، عندنا حوالي 7 أو 8 كليات ذكاء اصطناعي، والدوله عندها عمليه توسعات اكبر. احنا واحنا رايحين والطب مثلا دلوقتي الناس بتتكلم عن الطب هيقبل من 90 و8 والاسنان مش عارف بيقبل من 90 و3، يعني دي مؤشرات اوليه مع المرحله اللي هتبدا يوم السبت باذن الله. واحنا رايحين عايزين نشوف العالم، سيبك حتى من مصر، العالم عايز ايه؟ العالم عايز حد في تخصص معين، ولا التخصص معين ده انت شايف ان في مليون واحد قبلك ما اشتغلوش بيه؟ لها اولويه دلوقتي ما اشتغلوش بيه. ايوه بالظبط. فانت لازم تختار، انا لو اروح مع حد متخصص في حاجه صغيره افضل من ان انا اروح كليه قمه وانا هقعد وانا شايف قدامي ملايين الطلبه. هنا عشان حتى الاسر نتكلم لازم في فرص العمل كمان قدام. فالاسر لازم توعي اولادها بالشكل ده وتقعدهم نص ساعه تكلمهم تقول لهم السوق اللي بره محتاج 1 و2 و3، انا لو دخلت المعهد الفلاني هتبقى فرصتي 70%، لكن انا لو دخلت كليه القمه هتبقى فرصتي 10%. هنا مقارنات الفرص دي واجب على الاسر، واجب على الناس اللي قاعده على السوشيال ميديا طول اليوم شايفين ناس بتكسب فلوس، شايفين ناس بتشتغل، شايفين وفي نفس الوقت بيتظلموا وزعلانين. طب ما انت تدخل ابنك اللي تستثمر فيه المجال اللي انت شايفه بيجيب فلوس، هو ده المهم جدا، او المجال اللي يشغله، او المجال اللي يتوافق مع رغباته وقدراته. هو شكل العالم كله اختلف اصلا، يعني مش نروح نحشر الطالب في الكليه اللي هي اقصى مجموع. يعني انا جايب 90% فدخله الحاجه اللي تجيب 90%، لا انا ممكن ادخله الحاجه اللي بتجيب 70% وانا شايف ابني شاطر في الحساب، فلو دخلته تجاره هعرف اعمل معاه مكتب محاسبه بكره وبعد. هي ده السياق، مش انا بتكلم على حتى الكليات النظريه فاقول ان هي وحشه، لا انا بقول ان قدرات ابني حسب مهاراته وقدراته، قدرات ابني تقدر تديني فرصه انا بستثمر في ابني وبقعد اصرف عليه طول السنين ده، واجي في وقت ساعه واحده افرط في ان انا اديله الدليل بدل ما يعني الدوله تديله الدليل، انا اللي اديله الدليل يختار كليته اللي تتناسب مع امكانياتنا احنا الاقتصاديه ومع احلامه هو وقدراته عشان نقدر بكره وبعد يبقى نموذج يفيد اسرته ويفيد نفسه. وهي اسمها رغبات يا استاذ زكي، بس هو ده مهم جدا ان احنا نراعي هذا الامر، والسياق مهم جدا لان هذا امر ديني يعني في المقام الاول وانساني في المقام الاول، ان احنا كل العمر اللي صرفناه على عيالنا ان احنا نقعد معاهم ساعه ونديهم الليد او اسمه الدليل او الاسترشاد بالظبط عشان يختاروا الفرصه الحقيقيه اللي تناسب امكانيات اقتصاديه وتناسب امكانيات فكريه وقدرات يقدر يعني يبقى بكره وبعده نسبته في، انا مش عايز اقول ان هو لو دخل ده معناها انه هيتعين او يشتغل، بس نسب الفرص والنجاح اكبر هنا 70-80% افضل من ان انا اقول لحضرتك احشره في كليه قمه ويبقى نسبه عمله او نسبه قدراته الشخصيه لا تتوافق 10% منها. مهم جدا ويا ريت هي تغيير طريقه التفكير من يعني بالظبط بالظبط اكبر. بنروح للحوار الوطني من جريده اليوم السابع وعنوان المجلس الاعلى للتعليم على مائده الحوار الوطني اليوم. حضرتك بتشوف ازاي اهميه المجلس المقترح والتفاصيل الخاصه بيه اللي بيتم مناقشتها في الحوار؟ طيب انا مقرر مساعد لجنه شباب في الحوار الوطني وهخلص الحلقه مفروض طالع على هذه الجلسه لجنه التعليم. انا شايف ان مجلس التعليم ده من المجالس العظيمه للغايه، هي دعوه من سياده الرئيس ان احنا ننشئ المجلس الوطني الاعلى للتعليم، وقال للحكومه ان هي توديه للحوار الوطني. هنا في شقين، الشق الاول ان هو بيعزز سياده الرئيس بيعزز دور الحوار الوطني ويؤمن ان الخبرات اللي موجوده فيه تقدر تناقش هذا المقترح ونقدر نستفيد منه قبل ما يروح مساره في المسار التشريعي اللي هو مجلس النواب ان هو يقره وخلافه. رقم اثنين، احنا عندنا المضمون حقيقي، احنا عندنا منظومه تعليميه بتتكلم عن جامعات خاصه، جامعات اهليه، جامعات حكوميه، كمان عندنا التعليم الاساسي اللي هو اللي هي المدارس الخاصه، مدارس اليابانيه، مدارس المتفوقين، عدد كبير من القصه دي. الدوله المصريه على راي زمان لما حد في احد الافلام لما قال لك
انا لما اكلم شعب مصر هكلم مين؟ هو برضه في التعليم كده، انا لما داخل اكلم في التعليم اكلم مين؟ هو برضه هو المجلس القومي التعليم ده عشان نكلم كل المسؤولين عن المنظومه التعليميه، نقول لهم احنا عايزين نعمل استراتيجيه معينه، عايزين نعمل سياسات معينه، عايزين نوجد الفرص الحقيقيه، فيبقى الدوله المصريه شايفه بدل ما يبقى عمليه التنويع والتوزيع انه يبقى في تعليم اساسي وتعليم عالي، والتعليم العالي ليه اشكاله والتعليم الاساسي ليه اشكاله، المجلس ده هيبقى وضع سياسات وبناء عليه هيتم الغاء بعض المجالس. طيب. وده في وفق نص القانون ان يتم الغاء بعض المجالس القائمه حاليا عشان نقدر نصنع هذه السياسه. طيب استاذ زكي هنكمل فقرتنا بس هنروح لهذا الخبر العاجل، حيث تعقد اليوم قمه مصريه يونانيه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان بمدينه العالمين الجديده، في اول زياره للرئيس وزراء اليونان للمنطقه بعد اعاده انتخابه وتشكيل حكومته الجديده. صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي. هنكمل فقرتنا مع حضرتك. احنا زي ما بقول لحضرتك وكنا احنا بنتكلم. طيب. أستاذ زكي هنكمل فقرتنا مع حضرتك وحنروح لمقال مهم كتبه صحفي برتغالي كبير في موقع مهم اسمه أوبسرفادور، بيتكلم عن الرئيس السيسي باعتباره الحائط الوحيد الذي يحمي أوروبا من الإرهاب. عنوانه الرئيس السيسي الحائط الوحيد لحماية أوروبا من الإرهاب. حضرتك شايف ده ازاي وأهميته ايه؟ يعني قولا واحدا هذا العنوان حقيقي ويعبر عن ما قامت به الدولة المصرية خاصة في ملف الهجرة غير الشرعية، وهو ملف يؤرق أوروبا ودولها خاصة دول الجنوب، ان احنا يبقى عملية انهم يبقى دايما مستهدفين بهجرة غير شرعية، وهجرة الغير شرعية دي زادت لما زادت الظروف في الدول المحيطة سواء ليبيا السودان حتى سوريا العراق، يعني ربنا يحافظ على كل الدول العربية، لكن احد كانت اوجه النفاذ الى أوروبا إن هم يبقوا مهاجرين غير شرعيين من السواحل البحر المتوسط وشمال أفريقيا. إحنا قدرنا وبشهادة منظمات دولية إن إحنا نعمل زيرو هجرة غير شرعية، وهذا الرقم أعلناه في المحافل الدولية. بمعنى إيه؟ إن إحنا هنا وفرنا على أوروبا إن هي تكون مستهدفة من عناصر أو ناس، أنا هنا مش بقول إن هم وحشين أو حلوين، لكنها طاقة مضافة وعبء إضافي على اقتصادهم، سواء كان هذا بالسلب أو الإيجاب، سواء كان هذا عنصر يعني في طريق غير سليم أو حتى في طريق سليم، لكنه كان عبء اقتصادي على هذه الدول. إحنا قدرنا بمجهود حقيقي سواء وزارة الهجرة سواء القوات المسلحة القوات البحرية، كل منظمات عمل الدولة المصرية قدرت تشتغل في هذا السياق، قدرت احنا نحمي سواحلنا، فاحنا كنا بالفعل حائط صد كبير
لاوروبا. ايضا احنا ما اشتغلناش على المجال التقليدي، احنا مش بنمنع بس فكره الهجره الشرعيه كاحد موارد دعم الارهاب او حتى دعم ابو لحضرتك الطاقات الاضافيه على الاقتصاد الاوروبي، لكن احنا كمان اشتغلنا عمليه تنميه، زياره الرئيس اليوناني او حتى علاقتنا مع قبرص وعلاقتنا يعني اللي يتم الان انعاشها مع تركيا. أكيد. كل هذه العلاقات بتؤكد ان احنا برضو مش متماشين مع فلسفتنا في عمليه التنميه، والتنميه هي الاصل الطارد للارهاب. احنا كل ما نعمل عمليات تنميه فاحنا هنا بنطرد الارهاب وبنطرد ادواته، واحنا لما بننسق مع هذه الدول في عمليات التنميه واحنا قمنا بشراكات حقيقيه مع كل الدول التي تقابلنا في الساحل الاوروبي الجنوبي، احنا قدرنا نعمل معاهم هذه الشراكات الحقيقيه، قدرنا نمد خطوط من خطوط التنميه، عملنا عمليه الاستثمار المتبادل. ايضا بالاضافه الى هذا الامر يعني احنا هنا بنمنع هجره غير شرعيه، بنعمل عمليه تنميه. ثالث حاجه وهربطها بمهرجان العالمين، احنا لما بنعمر سواحلنا ويبقى في عمليه التشغيل طول الوقت وناس موجوده، هم دول اللي بيبقوا بالظبط، هم دول اللي بيبقوا حاميين سواحلنا. هو ايه الدوله المصريه لما جت تحت الكباري وعملت محلات وعملت حاجات كتيره كده، الناس بتسال ليه؟ ست رئيس حتى في يوم من الايام وضحها، قال لك ان هم دول عنصر الامان للكباري نفسها. لما يبقى كل كباري تحتها محلات، الناس دي بتبقى قادره ان هي تحافظ على هذه المنشات ويبقوا موجودين طول الوقت، بيحافظوا على اكل عيشهم، فهم بيحافظوا على اكل عيشهم بيحافظوا على الدوله ككل. احنا لما بنعمل مهرجان العالمين برضو احد ادوات تامين السواحل، سواء مع اسكندريه مع كل المناطق دي، لما بنعمرها بنقدر نصنع الحاله من عمليه الامان. فاحنا الدوله المصريه ماشيه بشكل مركب ان احنا نقدر نقوم بكل فلسفتنا، بنكمل المنظومه بشكل يعني متكامل، حتى ان احنا واحنا بنعمل مهرجان العالمين خدنا العوائد رحنا بيها لحياه كريمه. فبقول لحضرتك ان خطوه بتبين على حضرتك خطوة. ايه للقرار ده يعني مهم جدا، او قصدي حضرتك المقال حياه كريمه، قرار حياه كريمه ده امر في غايه الاهميه وغايه العظمه، ان انت بتقول للمصريين انت تعتقد ان اللي بيروحوا العالمين الناس اللي معاها فلوس. طب احنا يعني اراد ربنا واحنا نكون في الدوله كاشخاص مسؤولين هناخد من الشخص وان هو يبقى يمارس حياته الطبيعيه في السعاده وانه يبقى مبسوط ويروح يعمل الزياره ويحضر الحفلات، وفي نفس الوقت هناخد هذا العائد والفلوس ان هي نديها للناس المستحقه. فاحنا عملنا عمليه عداله اجتماعيه بشكل يعني منطقي وسريع وناجز، وفكره عبقريه للغايه، ان احنا مش بنقول بقى هنا ان الشخص اللي معاه فلوس تعالى اديني فلوس، لا، انت حضرتك روح مارس كل ادواتك وحياتك الطبيعيه في السعاده وان انت تتبسط، وفي نفس الوقت ناخد هذا العائد نديه الناس المستحقه اللي هم يمثلوا اكثر من 60 مليون مواطن مصري. فاحنا هنا بنحقق مبدا العداله الاجتماعيه يعني باروع وانقى وابسط الاجراءات الممكنه، ان احنا بقول لحضرتك نخلقها بفرص حقيقيه، الناس تتبسط وتاخد وضعها الطبيعي وحياتها الطبيعيه، وده حقها لان هي معاها فلوسها تقدر تاخد، وفي نفس الوقت العالمين فيها جزء من الناس اللي يعني ما عندها دخل قليل ان هي تقدر تتبسط برضه يبقوا موجودين. وعلى فكره السكان العالمين بياكدوا على الكلام ده، مهم جدا، المصيفين بياكدوا على الكلام ده، مهم جدا ان احنا نؤكد على السياق ان العالمين قبلت كل المصريين بالظبط، لكن احنا بناخد جزء منه ونساعد بيه المصريين الباقيين اللي ما يقدروش يروحوا. خطوه مهمه جدا حقيقه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ زكي القاضي الكاتب الصحفي، وبنشكر زميلتنا الاء شتا على الجولات الإخبارية المختلفة، وشكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة، واستنونا بكرة في حلقة جديدة من هذا الصباح.